هذه الفقرة برعاية تقع جمعية مصدري المعادن في اسطنبول تحت مظلة وزارة التجارة وجمعية المصدرين الأتراك، ونقوم بتضمين 6 قطاعات وهي المعادن والصلب والكهرباء والإلكترونيات والكيماويات والمنتجات الكيماوية والمجوهرات، ويشكل هذا ما يقرب من 40% من إجمالي حجم الصادرات التركية والذي بلغ 254 مليار دولار في عام 2022. وحققت هذه القطاعات الستة ما يقرب من 100 مليار دولار من الصادرات، وهذه القطاعات الستة مثل الألمنيوم والمعادن مدرجة كما تعلمون تحت جدول أعمال مؤتمر الأطراف هذا، لأنها مسؤولة عن انبعاثات الكربون والصلب والألمنيوم وغيرها. لهذا السبب نحن هنا لمراقبة التطورات في إطار جدول أعمال الدورة 28 لمؤتمر الأطراف COP28. الطلب يتناقص في جميع أنحاء العالم، ومعدل التضخم مرتفع في معظم البلدان. أداء تركيا جيد جداً من حيث النمو ومن حيث أرقام الصادرات، والعام المقبل سنقوم بعمل أفضل. وبالنسبة لعام 2028 لدينا هدف بقيمة 375 مليار دولار من الصادرات. من حيث الفولاذ نحن في المرتبة الثانية في أوروبا والثامنة عالمياً، ونحن في المقدمة جداً في الخطوط الأمامية خاصة في أوروبا والعالم. من بين هذه القطاعات وجميع القطاعات الأخرى كما تعلمون تقع تركيا بين مجموعة 20، ونحن نهدف إلى أن تكون في 10 الأولى في السنوات التالية. هذه الفقرة برعاية